اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في حلقه جديده من برنامج سوبر تشايلد. سوبر تشايلد اكتشاف مواهب الاطفال. طبعا راجعين لكم بمواهب جديده واطفال جديده. احب اوجه رساله لكل اب وكل ام، انتم اللي هتقدروا تكتشفوا مواهب اطفالكم، لان انتم اللي قاعدين معاهم طول الوقت في البيت. اي حد فينا بيقدر يلاحظ طفله، بيشوف هو ايه اكتر حاجه ظاهره فيه. هل هو بيحب يقلد، بيحب يغني، بيحب يمثل، بيحب يرسم، بيحب نوع من الرياضة معينة. يا ريت احنا اللي نقدر ننمي الموهبة دي، واحنا اللي بنقدر نكتشفها. واي طفل حابب يشارك معانا في البرنامج ويظهر موهبته بيتواصل معانا من خلال الارقام الموجودة قدامكم على الشاشة. احب كمان اقول لكم ان تنمية موهبة الطفل بتساعده في حاجات كتير قوي، بتساعده انه تحسسه ان هو حقق جزء من حلمه وثقته في نفسه، بتديله حافز ان هو يوصل للهدف اللي هو عايزه. يا رب كلنا نكتشف الموهبه ونهتم بالنقطه دي ونركز عليها قوي. وجايين باطفالنا النهارده، نروح نتفرج على الفيديو بتاعهم ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني مع اطفالنا. اول طفله معانا، اسمي هايدي أنور. هايدي أنور، كم سنة يا هايدي؟ 15 سنة. 15. موهبتك ايه؟ مرسم. بترسمي؟ انا شايفاكي بترسمي في الفيديو متمكنة يعني. ربنا يخليكي. برافو عليكي. متدربة على الرسمة دي بقالك كتير؟ يعني مش قوي. يعني بتاخدي فيها قد ايه مثلا؟ لا باخد فيها كتير عشان على حسب المجهود اللي فيها والرسالة اللي عايزة اطلعها فيها يعني. تمام. انتي اصلا بتتدربي بره في ورشة او في حاجة؟ هي موهبة عندي من وانا صغيرة، حاولت ادرسها واطورها، وساعدني في كده استاذ محمد عصام، مشكوره جدا، وهكمل فيها يعني ان شاء الله باذن الله. يا رب بالنجاح والتوفيق. ربنا يخليك. اوريكي الصوره في الفيديو. اتفضلي. واو جميله جدا. دي خدت منك قد ايه؟ يعني يومين مثلا، خدتها نصها في الورشه. تمام. كملتها. برافو عليكي، اتمنى لك النجاح يا رب. الله يخليك. اسمك ايه؟ تاليا. اسمك تاليا؟ كم سنة يا تاليا؟ 14. 14. انت اللي عاملة الشو الهندي صح؟ حلو قوي اللبس الهندي ده، جايباه منين؟ لا انا بشتريه من محلات الهندي. بتشتريه؟ تمام. انت بقى بتحبي الهندي صح كده؟ متابعاه؟ تتفرجي على مسلسلات ولا على الاغاني بتاعته ولا ايه؟ مسلسلات هي فيها اغاني. يعني بيبقى المسلسلات بيبقى فيها حفلات. انت بتحبيهم عموما؟ بتحبي تقلديهم بقى وتتمرني مع نفسك كده ولا انت حد معلمك؟ لا انا بتمرن مع نفسي وانا بحفظ مع نفسي. برافو عليكي. وكنتي حافظه العرض ده مع نفسك؟ وانت اللي صممتي اللبس واشتريتيه؟ برافو عليكي، شاطره. تعرفي تتكلمي؟ بتقول تعرف تقولي اي حاجه بالهندي؟ هقول لك يعني بالهندي. ميري ناندل ياهي وهوت شكري. ده ايه بقى معناهم؟ اشكرك كثيرا البرنامج، وانا اسمي داليا بالهندي. برافو عليكي. طيب هنستقبل بس تليفون. ماشي. الو الو، مساء الخير. مساء النور. مدام حنان معايا صح؟ ايوه. انا حابه بس يعني اعبر عن بجد اعجابي بفكره البرنامج جدا. ميرسي. قد ايه مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من مواهب الاطفال، اولادنا وقرايبنا واولاد صحابنا. حابه جدا اللي انتوا بتعملوه في البرنامج بجد. ميرسي. وعندي ابن اختي، حابه ان شاء الله ان انا اشترك بيه برضه في البرنامج معاكم. ينور. وبجد بشكرك يا استاذه حنان على البرنامج الجميل. ربنا يخليك. والاطفال الحلوين دول، سواء اللي بيرقصوا ولا اللي بيعزفوا ولا اللي بيمثلوا، بجد حاجه جميله ما شاء الله. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. نورونا في البرنامج. واي طفل حابب يشارك معانا يتواصل معانا من خلال الارقام. اسمك ايه؟ ايرين احمد السيد سليمان. يا خلاص ايرين، انت اللي عامله ايه؟ شكرا يا امي. الله كان جميل قوي. انتي عاملاها لمامي؟ اه. تحبي مامي قد ايه بقى؟ قد
ادي كل حاجه، ادي كل حاجه. انت سكر. وكنتي حافظه الاغنيه بقى وانت بتعمليها؟ حافظه. مين اللي حفظها لك؟ انا عارفاها لوحدي. انت عارفاها لوحدك؟ كنتي بتشوفيها وبتتفرجي عليها؟ لا. امال ايه؟ هي مش بتيجي في التلفزيون. اه انا عرفت اغنيها. انت كنتي بتطلعيها وتشوفيها صح؟ بس انا بابايا ما جابليش تليفون. ليه كده؟ لا لازم نقول له بقى ان انت شاطره ويجيب لك تليفون صح؟ برافو عليك يا إيلين. اسمك ايه؟ إيلين. لا انت خلاص احنا عرفنا إيلين. لجينا انور. لجينا انور. انت اللي عامله العرض يا لوجي؟ اه امي نور بيتنا. امي نور بيتنا جميل جدا، والدريس لونه حلو قوي، وشايفاكي بتعمليها من قلبك. اه عشان بحب مامتي. برافو. وهي كمان هي ساعدتني ان انا ادي، هي اللي تبعت السوشيال ميديا عشان تلمني انا وهايدي. تمام. بقدم لها شكر كبير جدا. هي اللي بتساعدك ان انت تأدي الحاجه اللي انت نفسك فيها. اه هي اللي بتدربني. هو ده اللي انا كنت لسه بقوله في اول البرنامج، ان مامي بوبي في البيت هما اكتر ناس بيكتشفوا الموهبه معانا صح؟ صح. هما اللي بيقدروا يشوفوا احنا بنعرف نمثل او بنعرف نغني او ايه اكتر حاجه احنا بنحبها، فهي لما اكتشفت فيكي ده ساعدتك على كده. اه هي اللي تابعت السوشيال ميديا وحاولت تقدم لي في كذا حاجه. ميرسي، نشكرها كتير مامي. اه طبعا. ويا رب بالنجاح يا رب. اسمك ايه؟ هدى بكري. هدى بكري. بتعزفي يا هدى صح؟ اه انا اللي عزفت بيتهوفن. كنت بتعزفي ايه؟ انا بعزف على الاورجن اصلا، من ساعتين كنت بعزف على الجيتار، كنت بتدرب بس. تمام. بس الجيتار بتاعي باظ. اه فبدات اعزف على البيانو بتاع اخويا، وقفت مده وبعد يعني كده. يعني انت عندك فكره برضو عن الجيتار؟ اه. تمام. وبعد كده انا لما رجعت البيانو الاورج حسيت ان انا برضو عارفه اعزف عليه سمعي وكده، فكملت فيه وفتره قليله. حبيتي انهي اكتر بقى؟ هما الاثنين. انا حبيت الجيتار اكتر عشان ده بتدرب عليه بقالي مده طويله قوي. تمام. بس الاورج حسيت ان انا ايدي جايه فيه اكتر. اه كان اسهل لك؟ اه. وحفظتي عليه حاجات كتير ولا دي اول حاجه لسه؟ كنت في الاول حفظت اغنيه لام كلثوم، وبعد كده حاولت احفظ اغنيه لعمرو دياب بس ما حفظتهاش كلها، بتاعت وماله. آه. وحفظت بتاعت مون لايت سنده بتاعت بيتهوفن. تمام. وحفظت كمان دونت بليفن، حفظت حاجات كتير قوي لبيتهوفن، انا بحبه عشان هو بحس ان هو بيديني الهام. تمام. بحب قصته يعني. هو هل هي دي موهبتك طول الوقت يا هدى؟ يعني لا طول ما انت قاعده بتتمرني على كده بس، ولا انا كمان جرافيك ديزاينر، بعمل ديزاين عملت ديزاين لشركه قبل كده. برافو. وبنزل لوجوز وحاجات كده، ومامتي دخلتني كورس جرافيك وموشن، وانا يعني وكذا مره عملت حاجات لكذا حد، وخدت شهاده من المركز الروسي. برافو عليكي. وعملت لمدرستي اللوجو بتاع، عملت لمدرستي اللوجو بتاعها الجديد، وهي نزلته على البيج بتاعتها، وعملت اعلان لنايل تي في. بس هم بعتهم ما خدوهوش، انا بعته نزلوا ستوري بس. تمام. انت بتتمرني في حته؟ اه في المركز الروسي. في المركز الروسي. بالنجاح يا هدى. انا شايفاكي ما شاء الله يعني طموحك كبيره ونفسك توصلي وتحققي الحاجه اللي انت عايزاها. طيب نرجع نسال بقى كده هايدي تاني. استاذنك. نفسك تطلعي ايه يا هايدي؟ يعني انا عندي فكره ان انتي بتمثلي واشتركتي معنا فعلا اوريدي في التمثيل، واشتركتي في موهبه الرسم. انتي نفسك في ايه فيهم؟ يعني نفسك توصلي لايه لما تكبري؟ بصي انا كمان بصمم فساتين، فبرضو حلمي فاشن ديزاينر واي حاجه جنب التمثيل والرسم، لان انا مش هعرف اعمل حاجه غيرهم. بحبهم قوي يعني. انهي موهبه حاسه ان هي اكتر عندك شويه؟ كله زي بعض. انتي عملتي حاجة قبل كده؟ زي يعني مثلتي حاجة قبل كده؟ اه مثلت حاجات تانية. زي ايه؟ عملت مسلسل اللي هو عبد الغفور البري. تمام. كنت طالعة بيه. ده لما كنتي معانا في دور بهيرة. من غير البرنامج عملتي اي حاجة تانية؟ كنت بتدرب بقى بره يعني عادي، بس كانت اول مرة امثل فعلا واتدرب بجد. كان الكاميرا كانت هي عبد الغفور. ايوه. برافو عليكي. ومعايا رسومات تانية كمان ممكن اوريها لك. طيب اتفضلي. الكاميرا حلوه جدا بجد، برافو عليكي. الله يخليكي.
جميلة. دي رسمة هايدي. حلو قوي هايدي، تسلم ايدك. ربنا يخليكي. واتمنى ان انت توصلي في اي موهبة انت عايزاها. يا رب. اتفضلي. طبعا اي حاجة بعملها ببقى محتاجة الرسالة اللي انا عايزة اوصلها، وبيبقى في هدف طبعا كبير جدا. تمام. نتعب كتير قوي طبعا، ده مش بيتشاف، بيتشاف النتيجة، ودي احسن حاجة ان احنا نوصل رسالتنا. ميرسي قوي على اي حاجة. حبيبتي ربنا يخليكي. ان شاء الله هكمل، وان شاء الله تشوفوني في حتة تانية خالص. ان شاء الله بالنجاح يا رب. ميرسي. تانية نفسك في ايه؟ انا نفسي اخش سياسة اقتصاد. نفسك تحققي موهبة ايه لما تكبري؟ تبقي موهبتك ايه اللي انت؟ هو انا موهبتي الرسم. بس انا مامتي عايزاني اخش اقتصاد عشان ابقى حاجه كويسه فيها. لا، انت بتحبي ايه؟ انا بحب الرسم. انت بتحبي الرسم، لكن مامي عايزاكي تخشي سياسه واقتصاد، صح كده؟ طب وانت تعرفي حاجه عن السياسه والاقتصاد ولا انا ما عندكيش اي معلومات؟ لا، اعرف ان هي بتطلع في يعني مرتب عاليه وبتبقى حاجه كويسه، بيبقى ليكي مكان في المجتمع. بالظبط. اتمنى لك النجاح يا رب. ايلين بقى، جينا لإيلين. أنا نفسك تطلعي ايه يا إيلين؟ بس انا اول ما بروح باخد كراسه وقلم، وبعد كده برسم مامتي وبابايا وانا واخويا. بترسمي كله يعني؟ انت بتحبي ترسمي ولا بتحبي تغني؟ بحب ارسم. بتحبي ترسمي، يعني نفسك تطلعي كده ايه زي هايدي وانت كبيره بتعرفي ترسمي، صح؟ بس انا ما اعرف ارسم. بتعرفي ترسمي؟ انت شاطره، شطوره. طيب لو جاي، انا عايزه اطلع ممثله وعايزه ادرب على الاستعراض، لان انا بحب الاستعراض وبحب التمثيل جدا. تمام. انهي فيهم اكتر؟ انهي حاسه ان انت تقدري تظهري فيهم اكتر؟ لا، الاثنين. الاثنين. عندي موهبه الرسم بس مش برسم كتير، بحب التمثيل اكتر. التمثيل اكتر. وتصوير. والتصوير. بالنجاح يا رب. هدى، انا عايزه اطلع، عايزه اخش كليه فنون تطبيقيه واطلع موشن جرافيك ديزاينر. مره واحده. ربنا يحقق لك اللي بتتمنيه يا رب، واشوفكم احلى اطفال في الدنيا. وانتظرونا مع الاطفال التانيين. ورجعنا لكم مع بقيه ضيوفنا النهارده. اسمك؟ اسمي رامي. رامي. رامي ايه؟ رامي محمد. رامي محمد. كم سنه يا رامي؟ 13. 13 سنه. كنت طالع في موهبه ايه؟ انا كنت الاول كنت ممثل، لكن ودلوقتي يعني بغني، دلوقتي بغني ديني وراب. يعني انت حاسس ان انت عندك موهبتين؟ اه. التمثيل والغنى. اه. صح كده؟ صح. انت كنت مشترك معانا الحلقه اللي فاتت؟ اه، في عبد الغفور. كنت طالع في دور سيد كوش. سيد. كنت بترقص وايه؟ طيب وبتحب تغني يا رامي؟ هو بحب اغني الحقيقه. صح كده. يعني انت اما بتحبي تقعد مع نفسك كده بتحبي تغني ولا بتحبي تمثل؟ لما بقعد مع نفسي بحب اغني الحقيقه. بتحبي تغني؟ أوه. يعني انت موهبه الغنى؟ عشان الغنى هو اول حاجه انا اكتشفتها. اول حاجه اكتشفتها في نفسك؟ أوه. الغنى. ان انت بتعرف تغني؟ أوه. ولا بتقلد؟ لا، بعرف اغني. بتعرف تغني، يعني انت صوتك حلو اصلا. طيب. نص نص. نص نص. طيب انت حافظ حاجه نسمعها؟ اه، انا بغني ديني وراب، حافظ اغنيه راب واغنيه ديني. طب نسمع الديني الاول بعد كده نسمع راب. اوكي ماشي. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وهجرها يبكى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وهجرها يبكى إذا مست أيادي الله الله، وعم لوالها كل العباد
وعم لوالوها كل العباد وعم لوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. برافو، انت مختار اغنيه حلوه جدا. متهيألي كلنا بنحب الاغنيه دي صح؟ انت اللي اتعلمتها كده مع نفسك ولا حد علمها لك ولا حد حفظها لك؟ لا انا الحقيقه عشان بحب الراب، بس انا كان نفسي ان صوتي قرب المايك عشان انا عشان بحب الراب فكان نفسي صوتي ان هو يطلع تمام، فالراب مش مخلي ان هو صوتي واضح قوي، مش طالع قوي عشان سريع تمام، فجربت ان انا اغني حاجه غير الراب، وفي ناس قالوا لي كتير ان انا صوتي حلو فقلت لو ممكن اجرب ولو صوتي حلو اكمل. طب ليه رامي ما اتمرنتش على صوتك؟ عشان يعني الحقيقه كنت مركز على التمثيل اكتر. على التمثيل اكتر؟ الحقيقه. لكن انت لو جات لك فرصه ان انت تتمرن على صوتك وتغني هتختار ايه؟ هتمرن عادي. هتختار ايه، تغني ولا تمثل؟ لا الحقيقه هختار ان انا امثل. تمثل؟ الحقيقه. طيب انت بتقولي ان انت حافظ حاجه من الراب. حافظ حاجه تاني غير الراب ولا هو دي والراب بس؟ لا هي جزء من اغنيه راب، اغنيه سوريه من فنان اسمه مودي العربي. تمام، ده راب. ده راب. لكن غير الراب مش حافظ حاجه غير كامرون؟ لا مش حافظ حاجه غير كامرون. طيب عشان مش بشتغل قوي على نشوف. طيب الراب. سألت الكواكب سألت النجوم أسألت التاريخ ونظرت الغيوم لم أحلم بقاعي فقاعي مزدحم أبسط لكم ما أدلفت القيود بنيت بناء بكامل عنائي لم تكن أهدافي مجرد هراء أمنت بنفسي لأنها كانت ولأنها ما زالت نفسها هي مستحيل لأنه زائف ليقعد قيود تفكيرك الحاكم لماذا وما زال لكن ذلك أن الخوف من غد يكون مساوي هل أنت طريق النجوم أن تريد الثروة هل تستوي الحب تعشق السلطة لا أنت مريض أنت مجنون أنك كونت كوالي يبقى مجرد إنسان جراه الزمان لديه حياة مجرد تعيش المستقيم روتين يعاد مجرد تجرد من حق الإنسان فهذا ممنوع هذا حرام يا كلام يمكن تحلو بالمحال. هي حلوه بس سريعه قوي. ما هو الراب كده. بس يعني الكلام حتى مش واضح، يعني انت بتبقى عايز تقول الحاجه اللي قدامك يسمعها يفهمها يوصل منها لمعنى معين صح؟ فانا شايفه ان انت ايه، التمثيل احلى. التمثيل احلى صح؟ طب انا عارفه ان انت من الاطفال اللي فازت مع البرنامج بورشه التمثيل. ورشه تمثيل مجانيه صح كده؟ رحت ولا لسه؟ لا لسه الحقيقه لسه ما رحتش. بس في اطفال تانية راحت. الحقيقه لسه في ناس كتير. ناوي تروح ولا هتتوقع؟ هتروح. بالنجاح يا رامي، واتمنى لك ان انت تنجح في الحته اللي انت عايزها ان شاء الله. بس انا رايي ليك التمثيل احسن. التمثيل احسن الحقيقه. ماشي يا رامي. اسمك ايه؟ يوسف عبد اللطيف. برضه كنت مذاكره المره اللي فاتت. كنت معانا المره اللي فاتت صح؟ تمثيل. في عبد الغفور. عبد الغفور. كنت طالع ايه؟ دور نبيل. نبيل ياسر جلال. استاذ ياسر جلال صح؟ صح. تمام. انت كنت قلت لي وقلت لنا برضه في الحلقه ان انت عندك حاجات تانية غير التمثيل. لا هو التمثيل بس هو انا في اخر فتره اكتشفت الغنى. تمام. وانا من بدري في ورشه فنون شعبيه. ورشه فنون. لا معلش، فنون شعبيه بس اتلخبطت. في فنون شعبيه. برافو عليك. يعني بتحب تعمل فنون شعبيه؟ هي فنون شعبيه بحبها. هو ممثل متنوع يعني كل متنوع. حاجه متنوع كل حاجه. تمام. طب انت حافظ حاجه النهارده تسمعها لنا؟ طيب ممكن. اوكي. انت حافظ ايه؟ مصر اطول عمر. مصر اطول عمر دي حاجه بتمثلها؟ لا هو من اللوك بمثل. تمام. اوريدي انت بتمثله دلوقتي يعني شغال فيه بتتمرن عليه وبتتدرب عليه. تتدرب عليه فين بقى؟ مع مخرج العزيز استاذ علاء نصر. استاذ علاء نصر. برافو معاك. طيب اتفضل. يا ناس يا خلق كلموني جاوبوني هي مصر ايه؟ موميا جميله صورتها فوق كل نعش هي مصر نار ضعضعت والنفخ فيها محال رحت للرفعي سألته كان عاجز ولا يسمعش
لكن عينيه كانوا يحكوا لي قصص شعبية. قال لي ما تخافش، مصر بخير وعالي العال، مصر يا ابن الجبرتي، مصر كل الأبطال. شوف محمد فريد أعظم وأرقى مثال، محمد فريد وجه مدور زي قرص الشهد، مليان حماسة وكياسة وجدعنة وتصميم. تسأله على إيه مصمم؟ يسهم زي كل زعيم ويقول الثورة 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 مهما تطلبت من جهد. أنا ببني شيء صعب المنال كالفهد يا مصر، قصدي يا حطور انت فلاحة غالية على كل حبيب، حلوة شابة أحلى من أبريق الحليب. يا مصر ابنك الجبرتي محدتش ليكي عمر، وطلع لقاكي مليانة أعوام وزعر، والترك في القلعة والمماليك حدودهم حمر. كان عمرك أكتر من 6000 سنة سنين خضر، بس الزمان يختلف زي اختلاف الناس، ناس تبني مجد وحضارة وناس بلا إحساس، وناس يا بلد تنام لما يصحى في موقف الأحداث. وارجع وأقول يا مصر تنقطع كل إيد تتمد عليكي، تنهزم كل قوة طمعانة فيكي، ده انت الأمان، ده انت الوجود، انت حياتي، انت الخلود. يا مصر يا غالية، يا ام الايدين السخية، يا مصر يلي عبرتي وماشية في التعمير، يلي عبرتي وماشية في التعمير. يوسف برافو برافو برافو. ميرسي، شكرا. كلماتها جميلة جدا وأدائك تحفة. ميرسي. وعرفتي توصلي الإحساس الكلمات بتاعتها بجد. لا، هو كمونولوج، هو المخرج طرح لي عليه. تمام. انا قريته والصراحه عجبني جدا. بحب اي حلوه قوي. انا بحب اي حاجه وطنيه لمصر لانها بتحب اي حاجه لمصر. برافو عليك. بتدي فيها اداء حلو قوي. ويا ريت ده يكون وصل طبعا للمشاهدين معانا، الاطفال اللي بتتفرج عليك، ويعرفوا ان انت بتحب مصر وحافظ لها حاجه حلوه زي دي. حافظ حاجه تانية يا يوسف؟ حافظ حاجة تانية بس مش مجمعها كلها. زي ايه؟ ماشي. يعني حافظ جزء؟ حافظ جزء. طيب قوله لي. ماشي. اول ما ندي القول نغني لمصر، مصر اللي ربطنا على كره القيود والاسر، وقالت لنا مهما ومهما اشتد بيكوا القرب، شدوا الهمم أعلوا على نول الزمان يغزي الخيوط النصر. يا مصر يا مصر يا أم الكرم والهرم والنيل، يا أم البطولة العظيمة، يا أم الكفاح الطويل، يلي حميت العرب من كل ذل وويل، يلي حميت العرب من كل ذل وويل. أنت أبقى يا بلدنا مش خسارة فيكي دمعة، بكرة تطرح فيكي شجرة والفروع من دمي حمرة، وانت أبقى يا بلدنا. برافو عليك يا يوسف، برافو. انا عارفة يا يوسف ان انت لما جينا نصور ده على المسرح انت حبيت تقدمه على الهوى للمشاهدين. صح كده؟ صح. حبيت توريهم الاداء بنفسك وتوصله على الشاشة عشان كل الناس اللي متابعينا وبتتفرج علينا تشوفك وانت بتأديه. صح مظبوط كده؟ صح. انت مشترك في ايه بقى غير الفنون الشعبية؟ انا مشترك في ورش التمثيل. ورش التمثيل تبع ايه؟ اول حاجة في مركز الجيزة الثقافي. تمام. تاني حاجة مع المخرج العظيم اللي اول مرة اشوفه الصراحة بالجمال ده كله، استاذ اشرف فؤاد. استاذ اشرف فؤاد. والمؤلف بتاعنا الصراحة اللي هو حتة عسلية كده سكرة والله. بيساعدوك طبعا وهم دول اللي
بيحفزوك ان انت تنمي الموهبه اللي عندك، صح كده؟ هي الورشه بتاعتها انا والله انا اول مره احب ورشه كده. برافو. استاذ سراج الدين. تمام. وورشه الفنان القدير استاذ ممدوح صالح، والاب الروحي بقى بالنسبه لي ده استاذ علاء مصر. استاذ علاء مصر. وفي حاجه بقى اخيره، ابن قصر الجيزه الثقافي، ده اللي مشترك فيه بقى في كل حاجه. ده مشترك فيه تمثيل و... وايه تاني، فنون شعبيه، غناء وفنون شعبيه وموسيقى وكله. بس ايه اكتر حاجه انت حبيبها يا يوسف، الفنون الشعبيه ولا التمثيل؟ لا التمثيل، لان هي موهبتي واخدها من جدي ووالدتي اللي بتساعدني في المشوار ده، اشكرها طبعا. طبعا اقدم لها الشكر. بس طيب جده كان بيمثل ايه؟ لا هو جده كان في مسرح السامر، ده كان قبل ما تولد. اه بس كان عنده نفس الموهبه. اه كان بيحب التمثيل، وانا اتشرف ان انا خدتها منه وخدتها من والدتي. طبعا ومامي شغاله برضو، انا عارفه ان هي بتدرب. هي بتدرب، هي كانت بتمثل زمان بس يعني ان شاء الله هترجع. طيب هي اللي بتساعدك ان انت تقدر تعمل الحاجات دي يا يوسف؟ ولا انت بتتمرن لوحدك؟ لا يعني هل انت بتروح الورشه تتمرن وتيجي تطبق ده مع نفسك، ولا بخلال مساعده مامي؟ لا هو نص ده ونص ده، نص ده والنص ده. طبعا لما بتشوف حاجه مش مظبوطه بتحاول تعدلها لك وتديك الصح بتاعها. ولا مثلا شافت الاداء بتاع الجمله دي وحش، يعني تقول لك خد الاداء ده، خد الاداء ده. انا شايفاها بره معاك بتراجع وعماله تقول لك لا ده كده حلو، لا ده كده مش مظبوط. لا الصراحه هي اعظم ام شفتها في حياتي. حبيبي ربنا يخليها لك يا رب. يا رب. ويا ريت كل الامهات تخلي بالها من ولادها وتشوف الموهبه ايه وتركز عليها، لان دي اكتر حاجه بتساعد الطفل فعلا انه يحقق حلمه. نفسك تطلع ايه يا يوسف لما تكبر؟ ممثل. ممثل مع شهادتي طبعا. مع شهادتك. مين الممثل القدوه بالنسبه لك؟ الفنان الكبير استاذ محمد صبحي. استاذ محمد صبحي طبعا ممثل قدير، واي حد يحب ان هو يطلع زيه. لا ده مدرسه اساسا، مدرسه تمثيل. تمام. مين الممثله اللي بالنسبه لك برضو بتبقى كويسه وتمثيلها كويس؟ من الجيل ده ولا الجيل القديم؟ القديم والجديد. سعاد حسني. سعاد حسني. ودلوقتي دنيا سمير غانم. جميله دنيا سمير غانم. برافو عليك يا يوسف، اتمنى لك يا رب تطلع زي ما انت عايز. رامي ارجع لك تاني. ما سالتش بقى يا رامي، نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي اطلع ممثل، صح كده؟ بتحبي مين في الممثلين؟ انا بحب عادل امام. عادل امام اكتر ممثل بحبه. الزعيم. مش صعب عليك ده شويه؟ هو صعب عليا بس انا بحبه برضه. بتحبه؟ بحبه. بتحب افلام ايه لي؟ حبيت مسرحيه مدرسه المشاغبين. اه جميله، كلنا بنحبها. وحبيت افلام ليه كتير، وسلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي، هي دي اكتر فيلم ومسرحيه انا حبيتهم ليه. تمام. وفي المسلسلات الجديده كان حبيت عفاريت عدلي علام. عفاريت عدلي علام اكتر فيلم مسلسل حبيته في المسلسلات. بتحبي مين الممثلات؟ الممثلات مفيش ممثله والله. ليه ده في كتير. يعني عندك يوسف اهو قال الفنانه سعاد حسني. مين دلوقتي حسني. مين فينا كلنا جيل قديم او جديد مش بيحب الفنانه سعاد حسني؟ لا بتحبها يا شعبي. اتمنى لكم النجاح، وبشكركم جدا ان انتوا ضيوف الحلقه اللي فاتت والحلقه ديت، ويا رب اشوفكم احلى نجوم ومحققين اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. وبشكر المشاهدين ومتابعين البرنامج، ويا رب كل اطفالكم تشارك معانا، واستنونا كل يوم سبت في نفس الميعاد الساعة 3 مباشرة. وشكرا لكم والسلام عليكم.